بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، مثل ما تلاحظون أحد النباتات التي درستها في السابق. وهذا النبات عبارة عن نبات ينمو في فصل الشتاء مثل ما تلاحظون، ويتحمل درجة البرودة لمستويات كبيرة جدا، مثل 0 درجة الحرارة، ممكن يتحمل 3 أو 4 تحت الصفر. وأيضا من النباتات التي يعني تكون يعني من النباتات اللي قد تعيش فيها أنواع أو فصائل عديدة جدا من الطفيليات، مثل البكتيريا، الفطريات، الفيروسات، الميكروبات، وأيضا العديد من فصائل الديدان التي تعيش داخل الأنسجة الرخوة داخليا، ممكن تتغذى على الأنسجة الخلوية أو الأنسجة الداخلية في الورقة. تختلف فصائل الديدان من فصيلة إلى فصيلة على حسب الموقع، وقد تعيش أيضا مجموعة كبيرة جدا من الفطريات داخل السطح العلوي للورقة. وأيضا السطح الداخلي للورقة ممكن تسبب أمراض والتهابات في الأنسجة، ممكن تسبب أيضا خراب كبير جدا في الأوراق. يجب أن ننتبه، يعني ممكن أيضا تصاب فيروسات معينة تعيش داخل الأنسجة. أنا درست الميكروبات والطفيليات الموجودة داخل هذا النباتات، مثل ما تلاحظون ممكن أيضا هذا النباتات تنمو على مستوى يعني كبير جدا، قد يصل إلى تقريبا 3 متر علوا، يعني قد يصل طولها إلى 3 متر، ترجع إلى أشجار ضخمة. إذا مثل ما تلاحظون إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم بعض العينات الأخرى في الفترة القادمة.